السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكيف كتشوفوا معايا في الصور كنقترح عليكم طورطة باردة بشكل جديد راقية جدا شكلا ومذاقا، سهلة سريعة التحضير ومكونات كذلك إن شاء الله غتوفر عند الجميع. فقبل ما ندوز معكم المقادير، كنتمنى تخليوا لي لايكات لهذا الفيديو، تبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصلية. إذا كنتم الناس لأول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى، فكندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد. وما نطولش عليكم ونخليكم مع المكونات وكذلك طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، غادي نحتاج هنا 500 ملل ديال الحليب أو نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاج معاه هنا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر او لجوج اكياس ديال الكاكاو المر ما يعادل 14 غرام. عندي جوج المعالق كبار ديال المايزينا او النشا ما يعادل 40 غرام، جوج معالق يكونوا عامرين. عندي كذلك 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، والسكر كيبقى دائما حسب الذوق. عندي كذلك كيس من السكر المنسب بالفانيلا، وعندي 50 غرام ديال الشوكولاته السوداء. عندي كذلك هنا بسكوي البودوار اللي هو هذا، راه الثمن ديالو مناسب وكيتوفر في المحلات التجاريه الكبرى. فهاد البورسيون هادي 5 ديال الدراهم تيجيو جوج، 10 ديال الدراهم اولا 9 دراهم فاصله 50. عندي كذلك هنا واحد الكميه من البسكوي، بسكوي بالفانيلا، استعملوا اي نوع كتبغيو او اي نوع متوفر عندكم. غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. غادي نبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. انا جبت هنا واحد الاطار مربع هو اللي غادي نخدم فيه، وممكن تستخدموه هكا مول زجاجي الى عندكم. انا كنفضل نخدم هكا في الاطار باش حتى في التقديم كيجي الشكل ديالو زوين. جبت هنا واحد الكاس ديال الحليب او ما يعادل 150 ملل، وغادي نحاول نفزك فيه هاد لي بودواغ هادو اولا هاد البسكوي هذا. بسم الله. هكا غادي نديرو واقف. وغادي نجيب البسكوي كذلك غادي نوقفو، فغادي نجيب واحد البودواغ كذلك باش كيبقاو يعني كيتبتو ليا هاد البسكوي هادو. بسم الله. صافي غير بهذا الشكل، ان هادو ما كنفزقهمش. وصافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. صافي هنا كيف كتشوفوا، من بعد ما كملت ستاف هكا ديال لي بيسكوي مع البودواغ، انا وليت عاود درتهم هكا مايلين. انتما كيف كتشوفوا وليت البسكوي كنت حطيته في الاول واقف، دابا درتو هكا مايل. خدت ليا هنا علبه ونصف ديال البودواغ زائد 4 العلب ديال البسكوي. انا استخدمت هنا بسكوي عادي ديال الدهن 4 ديال العلب. غادي ندوز دابا تحضير الكريمه اللي غادي نحتاج ليها هنا 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، جوج المعالق عامرين كبار ديال المايزينا اولا ديال النشا، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر اولا جوج اكياس ديال الكاكاو المر، ساشي من السكر المنسم بالفانيلا. غادي نخلط هادشي كلشي مزيان ونديرو فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى غادي يسخن ليا الخليط، ومن بعد غادي نقص النار نديرها مهيله وكذلك مع التحريك المستمر باش ما كي يعني ما كينزلش لينا النشا القاعده اولا القاع الكاسرول، وغادي تحرق لينا. غادي نبقى بالتحريك المستمر حتى غادي يتكاتف معايا الخليط، وعاد من بعد فاش غادي نزلو غادي نزيد ليه هنا الشوكولاته 50 غرام اولا 6 ديال القطع مربعه. صافي كنبقى هكا بالتحريك المستمر كيف كيبان لكم حتى كيبقى يتكاتف معايا الخليط وكيجيب الغليه. انتما تشوفوا صافي كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نطفي عليه النار وغادي نضيف ليه هاد 50 غرام اولا 6 ديال القطع مربعه ديال الشوكولاته السوداء، ونحرك مزيان مزيان حتى غادي يذوب الشوكولا، ونصب الخليط فوق البسكوي اللي صايبنا. صافي وغادي نفرغ الخليط بهذا الشكل هذا بسم الله، ونحاول نعمر كاع الفراغات بهذا الشكل.
صافي. وغادي نساوي الوجه ديالها بهذا الشكل هذا، نوزع الكريمه على كاع القنات او كاع الجهات، ومن بعد غادي نغطي عليها بالسلوفان او بفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه، نخليها حتى تدفى شويه في سطح العمل، وعاد نغطيها وندخلها للثلاجه تبرد مزيان وتماسك على الاقل واحد جوج ديال السوايع، وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا ليها التزيين وكذلك التقديم. صافي، هنا من بعد ما كتبرد هنا الكريمه كيف كتشوفوا وكتماسك، دابا غادي ندوز لمرحله التزيين. وكيف كنقول دائما التزيين كيبقى اختياري. انا غادي نزين هنا بالياغورت، جبت هنا الياغورت شوكولا والكراميل وكذلك بالفانيلا، وغادي ندير بهذا الشكل هذا. كيف كيبان لكم غادي ندير خط بياغورت شوكولا وخط حداه بياغورت كراميل والياغورت فانيلا من بعد، وغادي نبقى غاديه بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل. غادي نجيب هكا سكين ولا كيوردو وغادي ندير التزيين ديال الملفاي العادي المعروف اللي هو خط غادي وخط جاي بهذا الشكل هذا. صافي، انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا، غادي نكمل التزيين وكذلك غادي نحيد الاطار ونرجع معكم ان شاء الله في التقديم والشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك او التورته اللي صايبت معكم اليوم. كتجي رائعه فعلا وراقيه شكلا ومذاقا، كتجي زوينه بزاف، سهله وسريعه في التحضير كيف شفتوا معايا، ومكونات اللي ان شاء الله غادي توفر عند الجميع. هذا الكيك غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها، ضروري ضروري كيف عودتكم من الداخل. المميز في هذا الكيك هذا هو الشكل ديالو من بعد التقطيع، شكل اللي هو مغاير، ويعني اللي ما شافهاش كيفاش كتصايب ما غاديش يعرفها كيفاش درنا دوك الطبقات. انتما بسم الله غادي تشوفوها من الداخل معايا كيفاش كتجي. كيف كتشوفوا الشكل اللي هو مغاير، كيف قلت لكم كتجي زوينه بزاف. غادي نديرها معكم في واحد الطويسيل باش تشوفوها كيفاش كتجي عن قرب وكيفاش كتجي الكريمه وكذلك الطبقات ديال البسكوي. انتما كتجي زوينه بزاف ورائعه وراقيه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم كيف العاده، والى عجبتكم ما تنسوناش من اللايكات البارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصليه. الى كنتم من الناس لاول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى فما ترددوش انكم تنخرطوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد. بهذا كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. هنا غادي تشوفوا معايا بعد يعني التورتات الباردة أو الكيكات الباردة كذلك بالفرن وبدون فرن بكريمات اللي هما جدادين سهلين وسريع التحضير ومكونات متوفرة عند الجميع وبدون طراب. نتمنى يعجبوكم حتى هما، وغادي نخلي لكم الروابط ديالهم إن شاء الله في صندوق الوصف. وبهذا كذلك كنقول لكم مع السلامة مرة أخرى.